السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غنحتاجو خيط الصوف. بالنسبة لليوم ما عنديش، متوفرش عندي الخيط المبروم، هنستعمل معكم هذا الخيط. إلى عندكم في الخيط المبروم غتحتاجو 6 الخيوط. وفي الطول غنحتاجو 120 سنتيم، غادي ناخدو طرف الخيط نعقدوه، ناخذ الطرف اللي عقدناه نديروه بالاصابع ديالنا بهذا الشكل، نشدو نلفو 2 لفات على الاصبع، نديروه في الاصبع العلوي كما موضح في الفيديو. كنديرو لفه بالاصبع بهذا الشكل وندخلوه بهذه الطريقه. طريقة سهلة، نعاود معكم باش تشوفوا مزيان. نلفوا الخيط وندخلوه بهذه الطريقة. نلف الخيط ندخله في الأصبع ونزيره من الأسفل. كنستمر بهذا الشكل حتى نكمل الخيط للأعلى. ندخلوا الخيط وحنا كنزيروا باش كيجوا اللفات مقادين مع بعضهم. نستمروا بنفس الطريقة حتى نساليو الخيط اللي عندنا. مني ساليو الخيط كامل، ناخذ الطرف الاسفل وندخله في العقده اللي فوق، ونعقد طرفين الخيط مع بعضهم بهذا الشكل اللي موضح في الفيديو. نعقدو طرفي الخيط مع بعض، اطراف الخيط اللي زايدين عندنا تما نحاول نخشيهم للاسفل باش ما يبانوش. ناخدو ابره فيها خيط وعقيقه، تبتوها في الوسط ديال الوردة،
نسميتوها بهذا الشكل ونعقدوا الخيط من الأسفل. صافي، في الأخير هنحصلوا على هذه الوردة، وردة سهلة بأدوات بسيطة. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم. إلى عجبكم وصلوا لأكبر عدد من اللايكات وشاركوا مع الأصدقاء. نتلقى إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.